السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص جديد، ملخص أنمي البنت الروسية. وفي هذا المقطع سوف نلخص الحلقات الأخيرة، لهذا لو كنت لحد الآن لم تشاهد الأجزاء الأولى سوف تجدها في القناة. وبدون إطالة عليكم فجروا اللايك للمقطع والاشتراك في القناة لتتواصلوا بكل الملخصات القادمة. أهم شيء صلوا على الحبيب ويلا بينا. آيانو ظهرت خلف كوزي وأرعبته وطلبت منه أن يمنحها القليل من الوقت لأنها تريد أن تتحدث معه، لهذا ذهبوا لقسم فارغ وهناك قالت له أنها سمعت بأنه يريد أن يترشح هو وكوجو للانتخابات الرئاسية، ليقول لها هو أن هذا كله صحيح، لترد عليه هي أن سيدها مستاء من هذه الأحداث الأخيرة لأنه لا يصدق بأن كوزي سوف يقف في طريق يوكي، ليقول لها هو أن ذلك العجوز ألقى عليه محاضرة وقال له لو غادر فسوف يكون مجرد غريب بالنسبة لهم، وبأنه لن يسمح له بأن يعتبر نفسه أخ ليوكي، والآن هو يريد منه أن يتصرف وكأنهم عائلة، ويريد من كوزي أن يقف بجانب يوكي وألا يكون عدو لها. وهو الآن أرسل آيانو للتحقق من صحة هذا الأمر، لترد عليه هي أنها الآن تسأل من تلقاء نفسها لأنها كمعينة ليوكي عملها هو التقييم كل الخطر الذي يهدد سيدتها، وهي مؤمنة تماما بأنه لن يفعل شيء يسبب الحزن ليوكي، ليرد عليها هو أنه لم يقرر الترشح من أجل معارضة يوكي، لكن حدثت الكثير من الأشياء التي جعلته يترشح، وهو الآن وعد كوزو بأنه سوف يفعل المستحيل ليوصلها إلى منصب الرئاسة، وهو لن يتراجع عن هذا الوعد أبدا، وطلب منها أن تقول لذلك العجوز بأن لا يزعج نفسه بشأن هذا الأمر، وإذا كان يريد أن يقول أي شيء أو يعترض على هذا الأمر عليه أن يأتي ويقول ذلك في وجه كوزي مباشرة، وذلك العجوز هو جد يوكي وكوزي، وهو من عائلة غنية جدا، وآيانو عائلتها تشتغل عندهم، لهذا هي أيضا تعتبر خادمة عند عائلة توكي، وهي الآن في مهمة لمراقبة وحماية توكي، لكن كوزي بما أنه ذهب من تلك العائلة مع والده فهو الآن يعتبر نفسه غريب عنهم. بعدها هي قالت له أنها تريد أن تطرح عليه السؤال الأخير، وهو هل هو يحب يوكي، ليقولها هو أن يوكي تبقى الشخص الأهم في العالم بالنسبة له، لهذا هو يتمنى من آيانو أن تبقى بجانبها، وهي قالت له أنها مسرورة لأنها سمعت هذا الأمر منه. وبعدها غادرت، وفي الفصل كوزي كان جالس بجانب أصدقائه ليخرج واحد منهم مجلة أسبوعية خاصة بالبنات، لكن بشكل مفاجئ جاءت كوجو وكانت مستاءة جدا من كوزي لأنه لا يمكن لعضو في مجلس الطلبة أن يحضر هذه المجلة للفصل، وقالت له بالروسية أنه حيوان، ليشرح لها أنه ليس هو من أحضر تلك المجلة بل صديقه. بعدها جلست وهم بدأوا يتحدثون عن البنات وجاذبيتهم، لكن كل شيء كانوا يذكرونه غير موجود في كوزو أبدا، وهذا جعلها تشعر بالسوء، حتى قال لهم كوزي أن ينتبهوا لكلامهم فهم يجرحون مشاعر كوزو، وطلب منهم أن يرفعوا معنوياتها حالا لينهض الأصلع، وقال لهم أن كل هذه الأمور غير مهمة عندما يتحدثون عن فتاة جميلة مثل عالية، لكن بدل أن يصلح الأمر أفسدها أكثر لأنها نظرت لهم وقالت لهم أن هذه هي نظرتهم لها إذا، وهي آسفة لأنها فتاة تتمتع بمظهر جميل لكن بلا جاذبية، وأخذت منهم تلك المجلة. بعدها اجتمعوا في مكتب مجلس الطلبة وجلسوا يلعبون الأوراق، وكانت يوكي ضد كوجو وكانوا يتنافسون بشدة، وأثناء ذلك انتهى المشروب الذي كانوا يشربونه، لهذا كوزي كان سوف يذهب ليحضر المزيد وسألهم عن الأشياء التي يفضلونها، وذهب هو ومشى، وفي الطريق هي شكرته مرة أخرى لكن هو لم يفهم سبب شكرها له، لتقول له أنها تشكره لأنه قرر الترشح مع آليا لأنها متأكدة بأن أختها مسرورة جدا لذلك، ليقولها هو أن هذا الشيء ليس أمر تحتاج أن تشكر عليه، لترد عليه هي أنها تظن العكس لأن آليا لم يكن لديها أي شخص تستند عليه، لهذا هي مسرورة لأن كوزي بجانبها، بالإضافة إلى أن العلاقات بين الإخوة معقدة وكل العلاقات الأشقاء هي على هذا الحال، وفي الواقع هذا الأمر يجبرهم على المقارنة والتنافس، وهو فكر في الأمر وقال أنه يفهم هذا الأمر جيدا لأنه يفلت دائما من الشعور بالدنيا أمام يوكي، وكل ذلك بسبب يوكي لأنها لا تشعر بتأنيب الضمير في كشف حبها وإعجابها به. بعدها فكر هل هي تلعب دور الشخصية الأوتاكو المجنونة عمدا،
وتتصرف بتلك الطريقة الطفولية لكي يأخذ كوزي نظرة عليها بأنها غبية، لكن عندما فكر في الأمر قليلا قال لابد من أن تلك هي شخصيتها الحقيقية من الداخل. بعدها قال لماشا أنه يراها أخت كبرى حنونة، لتجيب هي أنها أخت كبرى عظيمة حتى لو لم يصدق ذلك، وقالت له أن عليه أن يبقي هذا الأمر سر، ليقول لها هو أن هذا السر بينهم لن يخبر به أي شخص، لترد عليه هي أنه يتصرف كما لو أنه لا يفعل مثلها. ليرد عليها هو أنه فعلا لا يمتلك سبب وجيه لفعل ذلك، بالإضافة إلى أنه يلعب دور المتكاسل، وذلك لكي يتخذ الأمور بكل روية وهدوء ولا يدع الناس يعتمدون عليه، يعني هو يلعب دور الكسول لكي لا يكون ملفت للأنظار ولا يعتمد الآخرون عليه ويبقى دائما وحده بدون مشاكل. لكن هي فاجأته بأمر وقامت بالتربيط على رأسه، هذا الأمر فاجأه وكانت تقول له أنه يبلي بلاء حسن وأنه سوف يكون بخير. هو شعر بالإعجاب في تلك اللحظة والخجل أيضا، لكنه في نفس اللحظة لم يفهم كيف تمكنت من اختراق خصوصيته بهذه السهولة. بعدها عليا كانت ذاهبة للفصل، لكن خرجت لها بنت اسمها تانياما سايكا وهي من صف مختلف، وطلبت منها بعض الدقائق ليتحدثوا، لهذا ذهبوا للساحة. وهناك آليا فكرت بأن هذه البنت هي التي كانت خصم يوكي في المدرسة الإعدادية في انتخابات الرئاسة. بعدها تلك البنت سألت آليا هل صحيح بأنها سوف تترشح مع كوزي في انتخابات الرئاسية القادمة، لتجيبها آليا بأنها سوف تترشح لكن ما المشكلة في ذلك. لكن تلك البنت قالت لها أن هذه حركة غير لائقة، وسألتها ألا تشعر بالخجل من نفسها لأنها سرقت المرشح النيابي الذي كانت يوكي تضع عينها عليه، وهي كانت تقصد كوزي. لكن آليا لم تفهم أي شيء، وكانت تقول بأنها لم تفعل أي شيء سيء وأنها لم تسرق أي شيء. وبشكل مفاجئ كوزي كان في الساحة ولاحظ أنهما يتحدثان مع بعض، وكان الكثير من الطلاب يشاهدون حديثهم، لهذا هو ذهب بسرعة عندهم وسألهم ما الأمر. لكن عليا لحد الآن لا تفهم الموضوع الذي هم يتحدثون عنه، لأن تلك البنت تتهم عليا بالقيام بخدع رخيصة لكي تخطف كوزي من يوكي، ليقولها هو أنه هو من قرر أن يقوم بهذا الأمر بنفسه، لهذا تلك البنت اقتربت من كوزي وقالت له أنه هو الملام إذن، لهذا هي سوف تتحداه في مؤتمر الطلبة. لكن تفاجأ من أنه سوف يقوم بمواجهة تانياما في هذا الوقت، بالإضافة إلى أنها ليست أي مقابلة عادية بل مواجهة في مؤتمر الطلبة. وآليا قالت له بأنها سوف تترشح أيضا، لهذا سوف تواجهها في مؤتمر الطلبة معه. لكن تلك البنت قالت لهم أنها لم تكن تريد أن تحرج آليا، لكن بما أنها تريد الإحراج فهي سوف تواجههما معا لأنهما لا يستحقان الترشح للرئاسة. بعد ذلك هم ذهبوا عند الرئيس مجلس الطلبة وتحدثوا معه بخصوص مؤتمر الطلبة، وهو قال لهم هل هم حقا يريدان فعل هذا الأمر، لأنه في نظره هذا لن يعود عليهم بأي فائدة. لكن آليا كانت تقول بأنها ترى أن هناك فائدة، فإذا استطاعوا أن يهزموها فإن ترشحهم سوف يكسب الشرعية، بالإضافة إلى أنها أهانت كوزي وأهانتها وهي تريد منها أن تسحب كلامها وتعتذر. ورئيس مجلس الطلبة وافق على ذلك وقال لهم أنه سوف ينشر هذا الأمر في المساء. وهم ذهبوا لغرفة فارغة وجلسوا لكي يتدربوا قليلا ويروا الأسئلة المحتملة التي سوف تطرح عليهم وكيف سوف يردون عليها. بعدها في الغد أمام الغرفة التي سوف يقام فيها مؤتمر الطلبة التقوا ببنت التي هي نائبة تانياما والتي هي تعرف كوزي أيضا واسمها مياماي نونو، وكانت مسترخية كثيرا ولا تشعر بأي ضغط عكسهم. بعدها دخلوا للمؤتمر، وآليا عندما رأت أن الغرفة ممتلئة كثيرا بالطلاب بدأت تسأل نفسها هل هي حقا تستطيع أن تفعل هذا الأمر، لأنها شعرت بالضغط حتى تدخل كوزي وأخرجها من دائرة التفكير، بالرغم من أنه قال أمر غبي صراحة، لأنه قال لها أن مقاس صدرها كول أي. هي عندما سمعت ذلك شعرت بالخجل ونظرت له وقالت له ما الذي قلته، وهو بدأ يتمتم في كلامه حتى قال لها هل أنت بخير الآن. وفجأة هي وجدت نفسها خرجت من دائرة التفكير التي كانت غارقة وسطها. بعدها بدأ المؤتمر وبدأت تانياما تقول لهم بأنه في الوضع الراهن يتم اختيار أعضاء مجلس الطلبة بواسطة الرئيس ونائب الرئيس، لكن في الحقيقة هم يقبلون أي متقدم، وتمت استطلاع حول أعضاء مجلس الطلبة السابقين أكد بأن هذا الأمر كان على هذا الحال على طيلة الفصول الدراسية الثلاثة السابقة، وهي ترى بأن هذا أمر غير جيد، وهي تعتقد بأن مجلس الطلبة يجب أن يتألف من القلة المختارة، لا يجب أن يختار أي شخص.
الشخص، وهي متأكدة من أنهم جميعا يوافقون على هذا الأمر، لأنه بمجرد أن ينضم أي طالب إلى مجلس الطلبة سوف يكون أعلى منهم في التسلسل الهرمي الاجتماعي الخاص بالمدرسة. لهذا يجب أن يتم اختيار الأفضل وليس أي شخص، وكل الطلاب الحاضرين كانوا يؤيدون رأيها، لهذا هي ترى بأنه سوف يأخذون رأي المعلمين في هذا الأمر، وبواسطتهم سوف يختارون الموهوبين الحقيقيين فقط والذي يوصي بهم المعلمون، وغالبا يكونون هم المجتهدون والنوابغ من كل فصل. بعدها أنهت كلمتها، كل الطلاب بدأوا يصفقون عليها، وجاء وقت المعارضة. وانهضت آليا والكل كان يتساءل كيف سوف تقلب الموازين لصالحها، حتى أن البعض كانوا يقولون بأن تانياما ربحت بالفعل، لكن كانوا يتفقون على أنه عليهم أن يسمعوا ملكة الجليد ما الذي سوف تقوله، لأنه هي عندما نهضت قالت مع نفسها أن عليها أن تفعل فقط ما تعتقد بأنه رائع، عليها أن تعمل بنصيحة كوزي لتقول لهم أن اسمها كوجو وهي أمينة صندوق مجلس الطلبة، وهي الآن تمثل المعارضة، وهي لا توافق على المقترح الذي اقترحته تانياما، لأنه الاعتماد على ترشيحات المدرسين يعتبر خارقا للقانون، لأن الرئيس ونائب الرئيس لديهم الحق في اختيار مجلس الطلبة وأعضائه، وإذا تركوا هذا الأمر للمدرسين فهذا يعني أنه تمنع الرئيس ونائب الرئيس من حقهم الذي منحته الأكاديمية لهم، بالإضافة إلى أن هذا المقترح قد يمنع الرئيس ونائب الرئيس من اختيار الأعضاء الذين يثقون فيهم. بعدها قالت الكثير من الحجج التي كانت فعليا حقيقية، واستطاعت بفضلهم أن تقلب الموازين لصالحها. ليمر بعد ذلك إلى المناقشة، وكان الصراع مشتد بينهم، وآليا كانت تقول بأنه عند الرئيس مجلس الطلبة ونائب الرئيس الحق في اختيار المرشحين، لكن تانياما تقول بأنه لو ترك الأمر كذلك فالرئيس بإمكانه أن يدخل إلى مجلس الطلبة أشخاص لا يمتلكون المؤهلات اللازمة ليكونوا في مجلس الطلبة. لكن وبشكل غريب بدأت الألعاب الحقيرة تظهر، لأن نونو استخدمت حيالها وجعلت بعض المدسوسين داخل الجمهور الذي حضر يقولون بعض الإشاعات لكي يخربوا الوضع على آليا، وذلك أظهر نتائجه بسرعة، لأن آليا شعرت بالتوتر لدرجة أنها نسيت ما الذي كانت تريد أن تقوله، بل لدرجة أنها بدأت تشعر بالدوار، حتى تدخل كوزي الذي أنقذ آليا مرة أخرى وقال لها أنها احتنت، لكن الآن عليها أن تدع الأمر له، هو سوف يتكفل بالباقي. بعدها قال لهم أنه سوف يكمل الأمر من الآن فصاعدا، لأن صديقته لديها مشكلة في الحبال الصوتية بما أنها لم تعتد على التواصل كثيرا، وقال لهم أن هذا الأمر ليس بالحاجة للنقاش حوله أبدا، لأن كل الطلاب اتخذوا قرارهم مسبقا عندما انتخبوا الرئيس كنازاكي، لأنهم جميعا كانوا يعلمون بأنه كسول بالكاد شكل أي تأثير في الصف، كان أحمق لا يستطيع أن يحظى بموافقة المعلمين في سياق هذه الفرضية، لكن هو بذل جهد كبير جدا وعزز من علاماته ومرن نفسه وتحول من فاشل لمرشح رئاسي جدير بالرئاسة، وجميعهم صوتوا له لأنهم أرادوا تشجيعه، وهو أيضا كان قادر على أن يصبح رئيس مجلس الطلبة ويؤدي مهامه بشكل جيد جدا. لهذا هو سألهم مرة أخرى هل هم حقا بحاجة للجدل حول هذا الموضوع أصلا، ليتحدث الرئيس كنازاكي وقال لهم أنه لازال يحاول استيعاب التنمر المفاجئ الذي حدث له بواسطة تميله كوزي، لكن إن لم تكن هناك المزيد من الأسئلة فسوف ينتقلون إلى اختتام هذا المؤتمر ويمرون للتصريحات. وهو سأل تانياما عن الأمر، لكن هي بشكل مفاجئ غادرت الغرفة ولحقت بها آليا لتقول نونو أنهم يقبلون بالهزيمة، وآليا عندما لحقت بها وجدتها تبكي وقالت لها أنها رأت كوزي ويوكي في الإعدادية وقالت أنهم الثنائي المثالي، وفي الانتخابات الرئاسية ضدهم قبلت الهزيمة أمامهم، لكن هي الآن عندما رأت كوزي اختار آليا شعرت بالخيانة، لتقول لها آليا أنها سوف تبذل كل جهدها وسوف تعمل بجد ليأتي ذلك اليوم الذي تقول فيه تانياما بأن كوزي اختار الخيار الصحيح عندما اختار آليا. بعدها عادت إلى الغرفة الخاصة بالمؤتمر، وهناك جلست هي وكوزي وسألت لماذا اختارها هي ولم يختار يوكي، ليقول لها أنه في ذلك الوقت في الإعدادية لم يستطع أن يجبر نفسه على عدم اختيارها، بالإضافة إلى أنه عندما اختار يوكي كان هناك جزء منه يريد أن يدعم يوكي في طريقها، لكن الآن قرر أنه لن يفعل ذلك، سوف يختار الخيار الذي يريده هو كليا.
بالإضافة إلى أن هذه المرة تغير كل شيء، لأنه قرر الترشح كنائب الرئيس لأنه أراد ذلك وليس من أجل أن يدعم شخص آخر، وليس هذا فقط بل هو الآن يريد أن يكون شريكها في الترشح. هي شعرت بالخجل والإعجاب في تلك اللحظة، وهو عندما نظر لها قال لها أنه لن يزيد كلمة الآن لأنه عليهم أن يغادروا. وأثناء مغادرتهم لقاعة المؤتمر هي قالت له بخصوص الشيء الذي قلته قبل بدء المؤتمر عن مقاس صدرها. هو تذكر ذلك الأمر وشعر بالخجل لأنه قال ذلك الأمر بدون تفكير، لأنه أراد أن يخرجها من دائرة التفكير التي كانت غارقة فيها. لكن هي قالت له بأنه قال بأن مقاس صدرها كوبل أي، لكنه ليس صحيح، فهو كان قريب قليلا من مقاسها. بعدها هي غادرت. لتنتهي الحلقة، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع. لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك، وملتقانا في المقطع القادم. مع السلامة.